الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد كافي درس ابتدادا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاشهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقل رب زدني علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون من درس کی منگا مصنف حالات او علم نحوی تعریف موضوع غرض بیانو انشاءاللہ سلسلے نصب دو مصنف غدادا لقب جمال الدین اسم کنیے ابو عمر نمی عثمان دبلار نمی عمر مشہور دے پر ابن حاجب سران سلسلے نصبی دادا جمال الدین ابو عمر اوی کوئی کرم سلسلے نصبی دادا جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر مشہور بی ابن الحاجب لأن والده كان حاجبا فلار دو دربانچو چوکی دارو لأن والده كان حاجبا لملک زمانه فل زمانه دو بادشاہ چوکی دارو عربی کی ہم تو پختو کی لکل کرد ومن خصائصه ومن خصائص ابن الحاجب انه كان اول حافظ القران في مصر في مصر انه كان اول حافظ القران في مصر ومصر كده يقولون اولانيه قارئ القران شوف ابن حاجب المصنف بكافي دین دم ملوی کی ذکر یا قول چھتا چھتا قرآن سر تعلق دیر اللہ تدو اللہ تسی کمال ورکی چھتا آگا کتابوں نے استعمالی گی صحیح شبہ دیر سن طول کتابوں نے تاپشی بھی بس شافیم دادا و کافیم دادا ولدہ فی قریت آسنا من مصر ولدہ فی قریت آسنا من مصر دم مصر پر آسنا کلی کی پیدا شوئے دے برقیئی اسنائی مصر پیدا شدہ سنتا خمس مئتا و سبعون اندس و اویائیم حجری باندی اندس و اویائیم حجری باندی پیدا شدہ یتعلق بقبیلت کرد کردیان کمیشن ہے یتعلق بقبیلت کرد کرد قبیلی سر تعلق بعد فراغة العلوم الابتدائية ذهب إلى القاهرة ذهب إلى القاهرة الابتدائي علوم مجيء مصر في فارغة شرطة القاهرة وحفظ فقه المالكي وعلم التجويد وحفظ فقه المالكي وعلم التجويد فقاهرة كي فقه مالكي ذكرنا او دارن كي تجويد ذكرنا وكان شيخ فقهه ابو منصور الانباري ده فقه استاذ سوكو ابو منصور الانباري وشيخ تجويده الامام الشافعي شیخ تجویدی الامام الشاطبی تجوید استاد امام شاطبی مشہور تھا اس وقت امام شاطبی کا کتاب لکھے گی واول اساتذته عز الدین عبد السلام واول اساتذته عز الدین
عبد السلام اول استاذان کی صبح عز الدین عبد السلام دی و تصانیفه کافیہ فی النحو جو تصانیف مشہور تصانیف تو کافیہ پر نحو جرام کی ہو و شرحه ازاح کافیہ شرح ازاح ہم ذکر وشافیہ فی الصرف فی علم الصرف بل تصنیف شافیہ نے تمہارے استاذ پر ترسی نظامی کے داخل لے انجم درجہ کی رسل کی وفی فروع فقہ المالکی المختصر المختصر وتوفی في شوال 26 شبقشتم شوال باندي وقال شبقس وشبقس من خريجري كي وفاتش شبقشتم شوال باندي توفي في شوال 26 646 شبقس وشبقس من بين جسر وابيامنا دير شرس وشبقس من شبقس من قال عمر دي بیاش انشاءاللہ غد کی درجی سلسلے نسل ضروری جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر مشہور ابن حاجب حاجب وی وی زکا چپلاری دا وقت زمانے دا باشا سوکی دارو حاجب دربانچی دا اسنا پکلی دا مصر کی پیدا شوئے دے پکال اندسا و اویائیم ہجری بن ابتدائی علومی سے حاصل رو پا مصر کی نچل تلالا کانیلی تلالا حالت فقہ مالکی و علم تجویز دک او دا دفق استاد ابو منصور امباری و تجوید استاد امام شاطبی او لنے استاد عز الدین عبد السلام او دا وفات کل شویلی شپگشتم شوال شپک سو شپک سو یخ جنی دویم امر شروع شوال شوال دیگه کنیم به شپک سو شپک سو یخ جنی ولیگا وعشق 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 یو تعریف دا علم بل موضوع دا علم بل غرض او غایه دا علم تعریف دا علم پیجندل ذکر ضروری دی چی لازم نشی طلب دا مجهول مطلق چی لازم نشی طلب دا مجهول مطلق مجهول مطلق ستا ہوئی چی تا تداغی علم حاصل نوی نبی الکنها نبی کنیه نبی الوجه او نبی وجهی اللہم تکو کی ونتی اس دا علم سنگی پر وجه دا کنها ستوی معرفت د شی په ذاتیات سره وجه ستوی معرفت د شی په عرضیات سره نو تعریف د علم په یندل ذکر ضروری دی چې لازم نه شي طلب د مجهول مطلق مجهول مطلق ستوی چې دی نو بل کنها پیژنې نه بي کنه نه بل وجه پیژنې او نه بي وجه نه په ذاتیات پیژنې نه په عرضیات لړ مطلب دا موضوع د علم په یندل ذکر ضروری دی چې فرق راشی تمیز راشی ما بین دا علم مشروع فيه کی او دا غیر مشروع فيه مشروع فيه مانا چی کم علم کی تشروع کی چی داو پی جانیو چی کم چی دا ندا کر یارو پی جانی اس من پر نحو کی شروع کو نو دا دی موضوع کو ونی پی جانی دا نحو دا صرف پاتر بنا لگی چی صرف کم یو دیو نحو کم او غرض او غایت پی جاندل ذکر ضروری دی چی سعی او کوشش کی عبس نش رغم بسان انشاءاللہ بے تکرار کی دان سروی ہوئی نغاشی مسو نحو النحو دا لغت کی ستا ہوئی و اصطلاح کی ستا ہوئی نو لغت کی پگڑو مانو سر راجی یو مانا دل تزدکی بیدر تیو شیر ویم اگر شیر کے بیدر پولی مانی راشی نحو پا لغت کی قصد کولو توئی قصد کولو توئی او پا اصطلاح کی هو علم نا وسلو لدي ولغتك قصد قول او باصطلاح هو علم
بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث. هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء. من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. يو علم ذا النحو يو علم ذا بأصول كمتلبستها بذلك قوانين بانده جول ذا قواعدنا ذلك قوانين في علم النحو كذي يعرف بها كي جندلش بها في أصول بانده. لهذا من الشاطر أجل أصول بانده أحوال أواخر الكلم الثلاثي حالات أخر ذي كلمه. دي أصول في جندل شي حالات دا أخير دا دري كلمة يعني دا اسم دا فعل دا حرف آخر حال في جندل كي. علم نحو كي بدشي قواعد بياني كي چه دا غيب واسطة باندي دا اسم فعل حرف آخر في جندل كي. وقال دا كم حيثيتنا من حيث الإعراب والبناء دا حيثيت دا إعراب وبنانا چه دا كلمة معربة دا مبنية دا أو دين وكيفية تركيب بعضها مع بعض أو كيف يجند الكيكي طريقات تركيب بعض كلمة بعض نورسة دي أصول بني في يجند الكيكي طريقات تركيب بعض كلمة بعض نورسة. زين زيد عالم زيد يو كلمة دا. عالم بلا كلمة دا. علم نحو جدا بدي زيد مركب كول دا عالم سرا دا دشي قواعد بيني جدا دوار مركب دي نتاتا دا قيدة جي سنة مركب دي علم نحو جزء وتبولات زيد المبتدا وعالموني خبر له زيد المسند الليين وعالموني مسند به انت براش خبره ده ساده تعريف ديكي دي قيود في دي سباني بس كيو وصدت اشتغم يوم بير تشتغاني ذكا هر تعريف كي لابد دي دي جنس وفصلنا فدي تعريف كي من جنس پیدا كو فصلنا پیدا كو كي بدي سرد كم كمو علمونا احتراز رأى هذا سببه إن شاء الله. وش ممكن موضوع علم نحوي؟ موضوع علم نحوي. الكلمة والكلام. بدي سؤال لدام سبادة سكيل. وقت وكيل. غرض علم نحوي. صيانة الذهن. صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. مدونين دا علم نحو دا يوبس دا علم نحو شائع شاكر دا أولا كي تدوين ديتا ويو شيء يوجد تراجم كولا وغير الترتيب وركولا علم نحو عربي كي واه ومرتبنا واه نتوى قولا دي يو داري كي أبو أسود دو ألي دو يو أعرابين واه ويدل دا آيات يبيو كي إن الله بريء من المشركين ورسوله بزي ورسوله يو لا من المشركين بني رسولي عتب وده معنى فاسده شو كان اصل قدس الاجي الله تعالى بيزاره ده وده رسول ده مشركان ده بيزاره ده براء كرداس الله ورسوله براء كرداس مشركين سيس نو اغد تعبير بسي وكتش من المشركين ورسوله من والعياذ بالله الله براء كرداس از مشركين ورسول ورسوله خلق يقول معنى فاسده شو استاجه من فارسي ده بيا فسانه ده يوم خا نو علي رجل الله متراغي فجاء الى علي شكاله ستين خلق قرآن غلط وي نو علي رجل الله ده علم نحو التدوين مكو دري قيري ورتبيني كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف إليه مجرور. أو تقول شيء إنحى قصدك إنحى إلى هذا العلم
دريك هذه علينا جلانه كي يقول لي وتريك قصدك دي علم تزدى علم نحنه أمير علينا جلانه شو مدوين أبو الأسود إلو أريشار لا بيانش إن شاء الله دي دي كيف ستاوستا بقول باندر أشير لكم إن شاء الله أو سباني دس كيوم دي تحقيقكم أو تاسونا بتبوشونا هم كو دي وجه نتاس خبرو كي تكرار